نستكمل الحديث حول الأسواق العالمية، وينضم إلينا مباشرة من أبوظبي محمود القدسي، كبير استراتيجي الأسواق في ADSS. أهلا وسهلا بك محمود. لعل أبرز ما تترقبه الأسواق الآن شهادة باول، وأي إشارات جديدة حول تخفيض في سبتمبر للفائدة، وأيضا أرقام التضخم التي قد تعزز من قدرة الفيدرالي لتخفيض الفائدة في سبتمبر إذا جاءت كالمتوقع أو أقل. صحيح، مرحبتين عزيزتي. طبعا بالنسبه لموضوع ابرز الاحداث اللي طبعا الريسك ايفنت اللي نحن بانتظارها خلال الاسبوع الحالي، شهاده جيروم باول امام الكونغرس الامريكي، واللي ما متوقع انه راح تجي بشيء جديد او راح تخرج خارج النص عن حاجه اعضاء الفدرالي بوجود مزيد من الادله لتراجع مستوى التضخم لحتى يتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بالنسبه لتخفيض اسعار الفائده. طبعا بالنسبه لمستوى التضخم، الاسواق كانت تتوقع انه يتراجع مستويات مؤشر اسعار المستهلك الاساسي مقدار 0.2% في شهر يونيو، وطبعا هذا الشيء بيصب بخانه امكانيه تخفيض اسعار الفائده في شهر سبتمبر، ولكن الاسواق عم تحتسب امكانيه تخفيض اسعار الفائده بشهر سبتمبر للعديد من الاسباب، اولها طبعا موضوع تاكل مدخرات الافراد وركول بعض الافراد عن دفع اقساط بطاقتهم الائتمانيه، وطبعا هذا الشيء بدل على تراجع القدره الانفاقيه عن الافراد. كمان بنفس الوقت عم نشوف احنا تقارير بتراجع قوه سوق العمل الامريكي، طبعا مثل ما شفنا نحن بالتقرير الاخير كان في حاله من مراجعه الارقام اللي صدرت بالأشهر الماضية بمقدار 111 ألف وظيفة، طبعا هذا الشيء بدل على تراجع قوة سوق العمل، بالإضافة لأنه إضافة نوعية وظائف أقل جودة من حيث الدفع، وحتى هي عبارة عن بارت تايم أكثر ما تكون فول تايم. وأخيرا شفنا كمان ارتفاع مستويات البطالة وتجاوزها مستويات 4%. طبعا كل هذه الأمور عم تحط ضغوط على الاحتياط الفدرالي أنه يقوم بتخفيض أسعار الفائدة، وطبعا ما رح نشوف نحن الاحتياط الفدرالي متحفظ بتخفيض أسعار الفائدة لحتى يتجنب موضوع حدود دخول الاقتصاد الامريكي بحاله ركود، بالاضافه لعدم اتهامه مره ثانيه بالتاخر باخذ اكشن، خصوصا بانه بالسنوات الماضيه تاخر برفع اسعار الفائده وبعدين اضطر لرفع اسعار الفائده مقدار 75 نقطه اساس بثلاث مرات متتاليه، فهذا الشيء ممكن يتجنبه الاحتياط الفدرالي ويبدا بتخفيض اسعار الفائده في شهر سبتمبر. البنوك الكبرى ستبدأ بالإعلان عن نتائج الربع الثاني يوم الجمعة، نتوقع مجموعة من البنوك الكبرى الأمريكية ستعلن عن هذه النتائج. كيف تتوقع أن تكون نتائج المصارف الأمريكية الكبرى، وهل ستدعم السوق أو تخيب الأمل؟ طبعا نحن شفنا حالة بيانات افضل من المتوقع بالارباع الماضيه، طبعا هذا الشيء كان مرده لحاله الاندفاع بالنسبه لموضوع الاقتصاد الامريكي، خصوصا بانه الاسواق كانت الى حد ما متفائله باداء الاقتصاد الامريكي، وكان دائما الاقتصاد الامريكي عم يفاجئ بمرونه وبحاله من خلينا نقول قوه غير متوقعه، ولكن بهذا الوقت عم نشوف نحن انه هذا الاندفاع بلش يخف، وبالتالي ممكن نحن نشوف نتائج فصليه اقل جوده من النتائج الفصليه اللي نحن شفناها خلال الاربع الماضي. مستويات قياسية متتالية نسجلها على المؤشرات الأمريكية، نحو 35 مستوى قياسي سجله الـ S&P 500 منذ مطلع هذا العام، أربع جلسات متتالية أيضا من الإغلاق القياسي للمؤشر، وأيضا الناسداك يعني خمس جلسات متتالية من الإغلاق القياسي. فالآن إلى أين ستذهب الأسواق بعد هذه المستويات القياسية المتتالية، خاصة أنه في بعض التحذيرات من البنوك الكبرى بأننا قد نشهد موجة تصحيح في الصيف، فما رأيكم؟ صحيح، بالنسبه لموضوع موجه التصحيح هذا شيء جدا وارد، طبعا نحن شفنا حاله ارتفاع المؤشرات بالفتره الماضيه، طبعا كان مرده امرين، الامر الاولاني هو تفاؤل الاسواق بامكانيه اتجاه الاحتياط الفدرالي لتخفيض اسعار الفائده، بالفعل وهذا الشيء تم احتسابه الى حد ما بواقع تقريبا تخفيضين خلال العام، ممكن نحن نشوف امكانيه احتساب تخفيض ثالث، ولكن بنفس الوقت نحن كنا عم نشوف انه حاله بيانات امريكيه افضل بشركات امريكيه افضل متوقع، وعلى راسها شركه انفيديا اللي كانت بياناتها اكثر من رائعه، فهيدا الزخم اللي كنا عم نحكي فيه من قبل دفع مؤشرات الاسهم للارتفاع، ولكن مثل ما قلنا من قبل انه في امكانيه صدور بيانات فصليه اقل جوده من البيانات الماضيه، وهذا الشيء دفع كبرى البنوك الامريكيه لتوقع امكانيه حدوث تصحيح. لننتقل إلى أوروبا، يعني هناك بعض الضبابية بشأن أوروبا، اليوم هناك تباين في أداء المؤشرات الأوروبية، ولكن يعني لدينا بعض الضغط النزولي من بي بي في بريطانيا بسبب التحذير بشأن نتائجها الفصلية، وأيضا يعني هناك ضبابية سياسية في فرنسا، فكيف تتوقع أن تتفاعل الأسواق مع المعطيات هذه لا سيما في فرنسا مع الضبابية السياسية؟
صحيح. هلا بالوقت الحالي ما في اي بيانات اقتصاديه اوروبيه بتجذب انظار المستثمرين، فالتركيز كله راح يكون على التطورات السياسيه طبعا بعد النتائج المفاجئه للجوله الثانيه بالانتخابات الفرنسيه، اللي اظهرت طبعا حزب ماري روبان اجى بالمرتبه الثالثه، وبعدين حزب ماكرون، وبالاول اجى الاحزاب اليساريه. طبعا بالوقت الحالي كان حاله التفاؤل اللي كانت سائده بالاسواق تراجعت بسبب طبعا بعض التصريحات من الاحزاب اليساريه بانه هن خلينا نقول ستيك تو ذير برامجهم الانتخابية، وطبعا هذا الشيء بيمنع إمكانية حدوث ائتلاف أو حكومة ائتلافية، وبيخلي حالة الضبابية مستمرة، بالإضافة كمان لرفض بعض الأحزاب حكومة تكنوقراط. طبعا هذه الأمور ما بتدفع أبدا للتفاؤل بالنسبة للمستثمرين، ولكن نحن بانتظار آخر مستجدات. هلا بالنسبة للحكومة البريطانية الوضع مختلف تماما، حزب العمال فاز وذا لاند سلايد. طبعا موضوع الأسواق اللي مستنيته من حزب العمال هو موضوع سياسة ضريبية مختلفة من خلال تخفيض الإنفاق وتجنب رفع الضرائب، ولكن برأيي أنه على المدى الأقصر اللي بيأثر على الأسواق الإنجليزية وعلى الباوند الاسترليني هو موضوع السياسة النقدية لبنك أوف إنجلند، يلي نحن ممكن نشوف حالة تخفيض أسعار الفائدة اعتبارا من جلسة شهر أغسطس القادم. شكرا لك محمود القدسي، كبير استراتيجي الأسواق في ADSS.